ولو قال قائل بما أن هذا الاحتجاج صادر من القبوريين، لما لا يخرج قبره عليه الصلاة والسلام وتنتهي المشكلة؟ لما لم يخرج قبره عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون هناك فتنة أو شبهة بوجوده في المسجد النبوي؟ والجواب عن هذا من أمور: أولا، مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام وخشيته، إذ قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. الأمر الثاني، مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إذ جاء في رواية أخرى بضبط آخر: ولولا ذلك أبرز قبره لكن خشي أن يتخذ مسجدا. فالخشية هنا على هذه الرواية واقعة من الصحابة، ويؤكدها الرواية الأخرى عند البخاري، وهي قول عائشة رضي الله عنها: لكني أخشى، والمتحدث هنا عائشة، لكني أخشى أن يتخذ مسجدا. الأمر الثالث، مخالفة إجماع الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم، إذ أجمعوا على أنه يبقى في مكانه. الأمر الرابع، مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وابن ماجه، إذ قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وهذا الحديث وإن ضعفه ابن كثير فإن الألباني رحمه الله قال إن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، وابن حجر رحمه الله قال إنه ليس بمرفوع، بمعنى أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف. وحتى على القول بوقفه كما حكم ابن حجر رحمه الله، فإن هذا مما لا يقال في الرأي، فيكون في حكم المرفوع حكما. الأمر الخامس، أنه قد يترتب على إخراجه مفسدة كبرى إذا زعم أن في بقائه مفسدة، فإن في بقائه مفسدة صغرى لكن في إخراجه مفسدة كبرى، وهي أنه قال في دعائه كما سيأتي معنا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كان عليه الصلاة والسلام مع هذه الجدران ومع هذا التحفظ دعي من دون الله وتضرع إليه من دون الله، فكيف لو كان قريبا بارزا؟ الأمر السادس، أنه لو أبرز قبره لربما تعرض جسده الشريف إما إلى التعظيم، لأن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وإما من باب الإهانة. ولذا في غابر الزمن تجرأت فئة بالوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام عن طريق الحفر، لكن الله عز وجل سلم جسده. فهذه الأمور تدفع القول بوجوب إخراجه من مكانه الآن.